جات عربية بتاع الدعم سريع هددوني بالسلاح، قال لي إلا تركبي. جابونا ناس من الدعم السريع بستة أنفار ولا سبعة أنفار في الشارع، فقام سألونا نادونا، فقام يغتصبني وهددني بالسلاح وقام رماني لناس البرة. أرعبونا دعموا اقتحموا البيت، دخلوا ويفتشوا، نزلوا الهدوم في الدواليب كلها، كسروا الدواليب، السراير دي كسروها. دعونا سرقوا بيتنا. يجيب المفتاح، قلت له المفتاح في البيت. قال لي انتوا بيتك وين؟ قلت له عندك. قال لي افتح. فتحت دخلت اديته المفتاح بتاع العربية، قال لي جيب قروشك. قلت له يا ولدي انا ما عندي قروش، انا موظف يعني. قال لي يا مصر هي انا حاسبك تركينا.